السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال ليزون شيميك على موقع www.xomarok.com. بالنسبة للشابيتر الثانية هذا هو الفيديو الثالث إن شاء الله غادي نشوفوا بي إيكال 5. الحصة اللي فاتت شفنا بي إيكال 4، اللي ما شفتش الحصة اللي فاتت يمشي يشوفها، وشفنا الحصة من بعد بي إيكال 2 وبي إيكال 3. دابا نشوفوا بي إيكال 5. ألوغ ركز معايا مزيان، انا نعطيو لي زيكزومبل، نبداو الحالات ديالنا بالنسبه للجيومتريك دو موليكيل اكسيتيرا. سي سامبلومون كيما قلنا عندنا هذا الكود، هذا شي حاجه بسيطه بزاف، شي حاجه تكون سهله بزاف. الو حنا قلنا في بي ايكال شحال 5، سي بيان. الو بالنسبه لبي ايكال 5 كنشوفوا الحاله ديال اكس 5، سي بيان. بالنسبه للحاله ديال اكس 5 غادي نشوفو PCL5. الوغ هاد الموليكيل سي بيان. بالنسبة لهاد الموليكيل أول حاجة كنديرو ستيكتور دو لويس. الوغ قلنا أن هذا لا غيل دو لوكتي مكتنجحش في هاد PCL5، وحلينا المشكل في الشابيتر الأولى لقيتو عقلي. قلنا عفوا المهم قلنا بي كيهضرو عليها 6 ديال CL، CL الأولى ها 5 عفوا، السي ال الجوجة، السي ال التالتة، السي ال الرابعة، السي ال الخامسة. سي تخي بيان. الوغ إلا حسبنا لا كونسونطرا شحال كيدورو عليها من لي زيكترون، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة في جوج، يعني عشرة لي زيكترون، يعني لا غيل دو لوكتي ما نجحاتش في هاد الموليكيول هادي كيما قلنا في الحصة الفايتة. تمام. الو بالنسبة للشابيتر الأول إلا بقيتو عاقل، حنا الهدف من هاد التمارين هو جيومتريك دو موليكيول. سي سامبلون غادي نديرو أول حاجة بي شحال كتساوي لنا، كتساوي لنا ان بلس ام، ان هو النومبغ دو اتوم لي بالنسبة لاتوم سونترال، يعني واحد جوج تلاتة ربعة خمسة، يعني خمسة د لي زاتوم لاصقين في لاتوم سونترال، هاهي خمسة. بلوس لي دوبل ليبر بي، معناتها لا دوبل ليبر لا والو عندها صفر، يعني هي شحال 5، يعني كنهضرو على بي ايكا 5. سي تخي بيان. دابا نشوفو الرمز، الرمز كيتكتب على شكل ا اكس او، هنا ان كنحطو ان لقينا خمسة، يعني لاطوم لي ليه في لاطوم سونترال، او لقينا صفر، او صفر مكنكتبوهاش، يعني هاد الحالة هادي هي ا اكس 5. صافي سي تخي بيان. الوغ من بعد اش غنديرو، غنشوفو الرسم كيهادي كوغ. ركز معايا مزيان كيكون الرسم، هاد الثلاثة هادو كيكونو في واحد لابلا، هاهو كيكونو في واحد لابلا، يعني كيكونو في بلا بوحدو، يعني حيت كنقولو كيكونو في بلا بوحدهم، يعني كيكون عندهم نفس لي زونجل بيناتهم بثلاثة، يعني هاد بي باش يكون داكشي مربوط. دونك حال الأول نقولو إكزومبل هاكا الأول سي ال، ياك ها الجوج، الجوج كيكون خارج، يعني غير نزلو بهكا الجوج سي ال، صافي. التالت كيكون داخل غنزلو بهكا، دونك هادو هاد التلاتة هادو كيكونو في بلا بوحدو، صافي. يعني كتكون الزوايا اللي بيناتهم، ركز معايا مزيان، 120، يعني من الزوايا هنايا كاملين 120، 120 120 120 الزوايا اللي بيناتهم، صافي سي تخي بيان. الو يعني دايرين بحال هكا، دونك هاكا هاهو دايرين بحال هكا سي بيان. غادي يجي واحد فوقهم وواحد تحتهم، سي بيان. غايجي واحد فوقهم وواحد تحتهم، ماشي عطيتهم واحد الشكل، إلا شتو هدا فوقهم غير هدا، عبارة على هرم. دونك إلا جينا نمثلو هدا راه هرم، هانت هاكا باس هادو، دونك هرم لاباز ديالو شكون هي، هي واحد تريونجل، صافي تريونجل هاهو تريونجل سي تخي بيان. و إلا جينا لتحت كنلقاو حتى هو واحد الهرم، واحد واحد الهرم، هاد الهرم هذا مالو، حتى هو لاباز ديالو نفسها هي تريونجل، سي بيان. حيت كنقولو هرم، شكون هو هرم؟ هو بيغامي، فرونسي بيغامي، سي تخي بيان. يعني غادي يكون عندنا وحدة واقفة هكا، ركز معايا مزيان، غتكون وحدة هكا الفوق وحدة لتحت هنا، سي ال سي ال، سي بيان. باش نشوفو، يعني قلتي هرم فوق هرم، يعني جوج هرمات لصقناهم، داكشي علاش كنقولو جوج هرمات، يعني في بيغاميد، يعني جوج هرمات، واحد هرم هرم فوق هرم، ولكن لاباز ديالهم هي تريونجل، سي تخي بيان.
دو باز هاي اباز تريون نقد سي تري بيان. الو الشكل ها هو قسمنا هذا هو الشكل ديالنا، تقدر تكتب له هكا تقدر دير له بحال تحط له لي دوبل ليبل اللي كاينين هنا دونك، ولكن هما ما كيعطروش على الشكل هاد الدوبل ليبل صافي هكا دير بحال هكا ديرو ماشي مشكل سي تري بيان. الو إذا جا السؤال المطروح هنايا ولكن هنايا سو معايا الزاوية اللي ما بين هذا وهذا راه ماشي هي 120، تبع معايا مزيان راه هي 90 درجة، لأن هادو كيكونو بروبونديكيلير أفيك هاد لوبلا هذا عمودي يعني كتكون 90 درجة، وهذا ما بين هذا 90 درجة وما بين هذا 90 درجة إكسيتيرا، يعني هاد الفوقانيين هادو مع التحتانيين بيناتهم شحال 90 درجة، هذا مع هذا 90 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 هذا مع هذا الزاويه بيناتهم، ولكن هادو اللي في فلو بلا بيناتهم ثلاثهم كيكون 120 درجه، يعني هنايا لوكا جديده يعني ان الزوايا عندنا جوج عندنا 120 و 90. هنا فين كاين المشكل؟ هنا كاين قانون ماشي غير اجي وحيد ماشي غير اجي وحيد ليها ليزون بدلها لي بواحد دوبل ليب حيت نوصلو لهاد بي ا اكس 4 صافي سي تري بيان. الو غادي نحطو بعدا داكشي اللي قلنا هنايا، اشنو قلنا اول حاجة هاديك طرحها كلوس هاد لي زونكل الزوايا كاينة 120 اي 90 هما لي زونكل، تالت حاجة لا فيغور دو روبيسيون مكتغيرش هو بي بي بيراميد تي سامبلومون بي بي بيراميد على باس تريونغيلير او لا فيغور دو بوان ولا جيومتريك دو مولكيول حتى هي لا ميم شوز ما تغيرش بي بيراميد تريونغيلير صافي سي تري بيان. ايوا هادشي ونشوفو دابا الحاله الثانيه، نشوفو اكزومبل بالنسبه للحاله الثانيه فوقاش كتكون عندنا ا اكس 4 ا نعطيو لي اكزومبل كاين بحال سي F4 كاين I E C L 4 دو اكزامبل، نتوما حاولوا تخدموا هذا اللي بسيط سي اف 4 حاولوا تخدموا وحنايا نشرحوا هذا الموليكيول هذا صافي. الوغ اول حاجه اش غنديروا؟ غادي نديروا ليزون شيميك، غادي نديروا ستريكتور دو لويس، لاتوم سنترال هي اي او، ها هي لاتوم سنترال اي او سي تري بيان، دايرين عليها شحال 4 دايره عليها سي ال 4 سي ال سي ال فوقا سي ال سي ال سي بيان. دونك السي ال عرفنا كيكونو ثلاثة واحد جوج ثلاثة لي دوبل لي فيه ثلاثة وهذا حتى هو كيكون فيه ثلاثة صافي، هادو كيكون عندو ان دوبل لي واحد دوبل لي سي بيان. هادشي شرحنا في الشابتر الاول بلا ما نعاودو صافي سي تري بيان. الوغ حنا درنا ستيكتور دو لويس صافي، وهي هي لا باز ديال ليزون شيميك، اللي ما عرفش يدير ستيكتور دو لويس يمشي يشوف ست الفيديوهات اللي درنا في الحصة في الشابتر الاول صافي سي تري بيان. الوغ من بعد اشنو كنديرو؟ كنديرو الجيومتريك، اجي نشوفو الجيومتريك ركز معايا مزيان هنايا. الوغ الجيومتريك هنايا ها هو جيومتريك الاول يعني غادي نحيد وحده في هاد لي ليزون عاد تولي مالها دوبل ليبر ياك فهمتو؟ في الاول راه كان عندنا خمسة ليزون دو برا يعني وحده تحولات لاش دوبل ليبر، شكون اللي غادي نبدلوها في دوبل ليبر؟ هنا كنشوفو الزوايا، الوغ هنا هي الزاوية 120 هنا هي الزاوية 90، دونك إلا بدلنا هنايا بدلنا وحده في 120 يعني الزاوية بيناتهم كبيرة بدلناها بواحد دوبل ليبر ما تأثرناش بزاف على الزوايا الاخرين لان زوايا كبيره لان كاين الفرق كبير، الا شفتو هنايا فرق بيناتهم كبير 120 يعني الا حطينا هنايا واحد دوبل ليبر كيتحرك بحال هكا دونك واخا يتحرك هكا غادي يغير معايا شويه الزاويه ماشي بحال هذا 90 درجه، دونك الا تحرك غادي يغير اكثر من 120 درجه. حنا كنختاروا لي ليزون شيميك اللي نغيروهم للدوبل ليبر كنختاروا دوك اللي عندهم الزوايا كبار باش ما ياثروناش كنختاروا اللي ما ياثرونش على الزوايا صافي. الا كانوا بحال ايغال كنشوفوا شكون اللي عنده قليل في ليزون شيميك بحال هذا عنده جوج هذا عنده ثلاثه كنختاروا هذيك عندهم جوج صافي اكسيتيرا. هادشي نشوفوا في الحاله ديال بيغال 6
صافي. دونك في هذه الحاله فهمنا بما انه 120 120 نغيروا اما هذا اما هذا اما هذا صافي. يعني هذا نقدروا نغيروا هذا نغيروا هذا نغيروا هذا انتي تغير هذا الجوج يعني غيرتهم على حسب البروف خاطر صافي. لان الزاويه بيناتهم 120 ولا غيرناهم غاديش تغيروا بزاف الزوايا لان كان كنحاولوا ان ما نغيروش بزاف من الزوايا صافي سي تري بيان. انا نغير هذا اكزومبل نغير انا هذا انت تقدر تغير هذا تقدر تغير هذا بحال بحال صافي. يعني اش غتولي هنا غتولي لنا نكتبوها اي اي او هذه غنغيروها تولي اش ها هي غتولي عندنا دوبل ليزون صافي دوبل ليب دوبل ليب سي تري بيان. وهذه تبقى كما هي ها هي. دونك شكون اللي عندنا هنا عندنا السي ال وهنايا السي ال هنايا السي ال سي تري بيان ما تغيرش صافي. دونك هذه اللي تغيرات سي بيان. بما ان هذه تغيرات وهادو في البلاوات هذه القيمه هذه مالها غتصغر شويه غتصغر القيمه ديالها شويه تولي دونك ديك الزاويه تكون كبيره عليها 120 صافي. هذه دونك بما ان هذا قلنا انه كيتحرك هكا دونك ما شادوش شي واحد شي مو شي شي اطون ما شاداش كتحرك بحال هكا دوبلي دونك كتاثرنا شويه على الزاويه اللي كاينين في هاد البلا هذا في هاد البلا صافي. يعني هذه تغييرات صغار اما هادو اللي بقاو كيما هما ما غاديش يتغيروا تبقى 90 درجه سي ال سي ال صافي. يعني هذه تبقى 90 درجه ما تنقص ما والو صافي سي تري بيان. احنا شفنا هذا خليته غير باش تفهموا من هنا لهنا كيفاش نطبق صافي سي تري بيان. الوغ نحطوا هنايا الاسئله. السؤال الاول اللي عليكم مطروح هنايا غادي يقول لك لي زونغل لي زونغل غادي يبقاو كيما هما 120 و 90 تقول لي نتايا عاد دابا قلتي لي عاد تنقص على 120 وي ولكن في الغيال في الحقيقة ما حنا في التجربة وكذا كنحطو 120 صافي على حسب لي بروف. اما الا كنحط لكم اكزاكتومون الزاوية دونك تما كتسحقو كاين 99% كيكون ديما كيحط لك 120 صافي ولا حط لهم نتايا هكا نديرو حنايا باش يكون داكشي لوجي دونك ديك الزاوية كتكون صغيرة على 120 وهنا كتكون 90 صافي الزاوية اللي عندنا سي بيان. ثاني سؤال كيكون مطروح وهو لا فيغور دو ريبليسيون ما كيتغيرش. لا فيغور دو ريبليسيون هو بي بيراميد على باس تريونجيلي بي بيراميد على باس تريونجيلي. الوغ لا فيغور دو لا جيومتريك دو موليكيل جيومتريك دو موليكيل هنا لا هنا راه غيرنا اشنو ولادنا دوبل ليبل شكون هما لي دوبل ليبل قلنا دوبل ليبل هما المسؤولين عن تغير جيومتريك ديال الشكل وتغير القيم ديالاش ديال لي زونغل وراه ولاو عندنا لي دوبل ليبل دونك غادي تغير الشكل غادي تغيروا لي زونغل. لي زونغل قلنا تغيروا هادو صغار الشكل حتى هو تغير صافي. الشكل هادي ولي عندنا هادي ولي عندنا هنايا بحال هرم حتى هو بيراميد ولكن خاصو شويه باش يولي هرم يعني كنقولوا دي فورمي يعني مش واجوي صافي. الوغ يعني هنايا اشنو غادي يكون عندنا بيراميد دي فور صافي تري بيان. دونك هادشي بسيط بزاف صافي. نشوفو دابا الحالة التالتة شو ما راه كاس نخليو هادي باش ننتقل عاوتاني من هنا لهنا باش تفهمو صافي. دونك نتوما خدمو هاد سي اف 4 سوفر شو ما هي مزيان. نشوفو دابا الحالة الأخرى يعني غادي نشوفو لي زيكزومبل كاينين هنايا اي اي موان 3 كاينة اكس اف 2 ياك كاينة اي سي ال 2 موان صافي. حنا غنخدمو اي سي ال 2 موان هادو هما لي موليكول لي كيحققولنا هاد الحالة هادي ديال لا فورم دو تي سي بيان. الوغ نختارو واحد ليكزومبل من هاد ليكزومبل حنايا ليكزومبل نختار هذا هذا نختارو هذا صافي. الوغ غنديرولو جيومتري غنديرولو ما يسمى ب ستيكتو دو لويس صافي. ها اي لاصقة مع السي ال ولاصقة مع السي ال كتبان لكم هاد البارتي هنا وي كتبان. الوغ هادي مع السي ال مع السي ال دونك غتكون السي ال فيها هاديك تلاتة هنا واحد جوج تلاتة ركز معايا هذه كيكون فيها دوبل ليزون ها ليزون دوبل ليبر ليبر الاولى وهذه هي ليبر الجوجة وهذه هي ليبر الثالثة يعني ثلاثة دوبل ليبر هذه كانوا جوج هنا ثلاثة هنا خصهم يكونوا جوج
دونك انا درت 3 هنايا، دونك كاين شي حاجه هنايا، دونك كاين شي غلط هنايا. 3 دونك حنايا مشينا ليكزومبل، دونك هادي هي ستريكشر دو ويز بعدا ديالها، هي باينه خاصو يكونوا 3 هنايا. سي بيان سي بيان، حنايا مشينا للبارتي الثالثه، مشينا لهادي. دونك نحيو مشينا ليزيكزاد ليزومبل 3 ديال هادي. حنا راه مازالين في هادي، مازالين في هادي، هادي مازال درنا هادي A X 3 E 3 سي تري بيان، بيان جو. الوغ A X 3 E 3 دونك شنو فيها؟ فيها كاينين اي، كاين اي سي ال 3 و سي ال اف 3 سي بيان، كاينين دو زيكزومبل صافي سي تري بيان. حنا نختارو زوم، نختارو هذا اي، ها هو اي. دونك ها هي اي ديالنا، الو لاصقة مع سي ال، سي تري بيان، هي هادي سي بيان. دابا مزيان سي ال وهادي سي ال سي بيان، و غادي تكون عندنا هنا دو دوبل ليبل، ها هما جوج ديال دوبل ليبل سي تري بيان. وهو دا ستريكتور دو لويس ديال اي سي ال 3 سي بيان، نتوما خدمو هاد سي ال اف 3 شوف ستريكتور دو لويس اكسيتيرا سي بيان. نشوفو دابا كيما العدد بي شحال كيساوي لنا هنايا بي، نشوفو نحسبو ان وهو شحال من ليزو لاصقة، لاصقين 3 زائد شحال من دوبل ليبر جوج، يعني شحال كيساوي 5 سي بيان بي يقال 5. دابا نشوفو الرمز ديالنا A X E، دونك هادي نربطوها على 3 وهادي جوج سي تخي بيان، يعني A X 3 E جوج، هاهي A X 3 E جوج لا فورم دو تي سي بيان. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي يكون هاد الشكل هذا في جيومتريك دو لويس. اشنو قلنا؟ تبع معايا، هذا هو الاخير، شوف شوف معايا مزيان اشنو نغيرو، واش نغيرو هذا مع هذا ولا نغيرو هذا مع هذا، شكون اللي فيهم نغيرو؟ نغيرو واحد في هاد الجوج، علاش؟ لان لون قال هنايا زاد صغات ولكن بواحد القيمه صغيره، يعني هادي تكون هي واحد صغيره، غتكون 118 100 وشي حاجه، دونك كبيره على 90 دوبل صافي. دونك غادي نغيرو هادي لان باش ما تاثرناش بزاف على الزاويه، نغير وحده في هاد الجوج، اما هادي اما هادي، انت اختار اللي بغيتي ما كاينش البروبليم. حنا نختارو هادي صافي، يعني هادي يكون عندنا هنايا اي، ها هي قلنا هادي راه تحولات لنا دوبل ليزون، يا قلنا هادي نختارو هادي هي تحولها دوبل ليزون. دونك دوبل ليزون ديال هادي شنو كنديرو؟ هادي عادية هكا و هادي فيها اللور، كنديرو لها بحال هكا لا ميم شوز و ندير واحد الدوب معايا صافي، ركز معايا. و هادي مقصناهاش، ما حولناها ما والو صافي، عندنا هنا سي اي و هنايا دوبل لي سي بيان. الوغ خلينا نديرو هادي بحال هكا، هاهي سي اي اللولة، مزال عندنا جوج سي اي، سي اي الجوج و التلاتة يكونو فوق هكا، سي اي شي وجه هاد السي ال تلاتة سي تخي بيان، هو الرسم ديالنا ساهل بزاف. دونك غيرنا هادو، دونك سي بيان سي تخي بيان. دونك دابا لي زونكل شحال تكون؟ تكون دونك هنايا تغيرات شو، دونك هذا، دونك هذا ولا يتحرك، دونك تكون هنايا الزاوية قلبنات من 90، ما بين هادي ومن هادي تكون قل من 90، لأن تأثرنا على هاد على السي ال، تكون قل من 90 شوية، قل من 90 صافي، قل من 90 دوي سي تخي بيان سي بيان صافي. الوغ نحيو هادي اللي مبقاش، غنحطو دابا الاستنتاج ديالنا، الاستنتاج الأول لي زونكل لي عندنا هما 90، قل من 90 شي دونك كنقولو 90، 90 دوي ياك، 90 دوي لي عندنا، دابا مكاينش دابا 120 لا ولات 120 مبقاتش، بقاتنا 90، بقالنا هاد لوبلو مع دوك 90 صافي. تاني حاجة، تاني حاجة وهي لا فيغور، فيغور دو ريبيسيون، مكيتغيرش بي بيراميد اكسيتيرا تريونكيلير سي بيان. نشوفو تاني حاجة وهي جيومتريك دو موليكيل، جيومتريك دو موليكيل كتغير القيمة ديالها، كيتغير الشكل ديالو، لأن هنايا غيرنا، دونك كل ما غيرنا كما كنلاحظو كل ما زدنا لي دوبل ليبر كل ما الزوايا كتنقاس، كانت في 120 90 دابا ولات قل من 120 واحد شويه ولات 90، كتزيد وكتنقص القيمه ديالها. دونك هنا راه تزاد ولاو عندنا جوج ديال لي دوبل ليزون، دونك الشكل هذا يزيد يتغير. علاش غادي يتغير لنا هذا الشكل؟ هذا يتغير لنا لا فورم
فورم دو تي، يعني الشكل دو تي الا شفتو ها هو انت هادي دايره بحال هكا، هادي غير مزال مرسنا، وهادي دايره حاجه بحال يعني بحال تي هكا تي، ها هما دو تي هكا، وهذا كاين في هاد لو بلون كنقولو عندنا تي، لان هذا راه جاي بحال هكا، هذا راه كاين في لو بلون داير بحال هكا نقول بحال هكا، وهذا كيجي اما هادي هكا هادي يكون هكا كا كا، دونك كتكون تي فورم دو تي فورم دو دو تي سي تري بيان. دونك هادشي لي كاين لي زونغل هي 90 دوغري اكسيتيرا، سي سامبلومون بسيط داكشي بسيط كيما قلنا كون شابيتر بسيطة وزوينة. دابا عاد نشوفو الحالة ديال الحالة الأخيرة وهي لينيير لي قلنا حنا سبقناها، معليش هي هي لي عندنا اي 3 موان شتي كنشوف هنايا السيكت دو لويس خرجت لنا شكل اكس او اف 2 او اي سي ال موان سي تري بيان. هادو هما الثلاثة اللي كاينين، دونك تا تختار وحدة تختار واحد جوج دات لو تخدمهم، حنا نختار وحدة فهادو نختارو هادي سي ال دو موان صافي. إلا درنا ستيكتور دو لويس ها هي سي ال مع سي ال سي ال غيكونو بحال هكا هكا، دونك هادي غتكون عندها ثلاثة ديال لي دوبل ليبر. هاد اي هادي غتكون نديرو لها هكا اي كيفاش يكون عندها ثلاثة ديال لي دوبل ليبر، وهنا موان كنديرو هكا موان ديرو كنساها بزاف موان هادا هو ستريكتور دو لويس ديالنا. الوغ هادا نحولوه للجيومتريك ديالنا، شكون اللي غادي نغير؟ غنبقى لنا هادا نغيرو هادو وكتبقاو لنا هادو لي صافي، غنغيرو هادو يعني هادو ثلاثة يتغيرو ويبقاو لنا لي، يعني غتولي لنا اي هكا، دونك هادي تولي بحال هكا ها هي ياك، هادا نشكلو لها بحال هكا هي كتكون بحال هكا وتكون دو بوان هنايا، هادي إلا غيرنا كيفاش غتولي؟ غتولي بحال هكا لي دوبل ليزون كنردو لها بحال هكا وكنديرو هكا وسطها بحال هكا صافي سي تخي بيان. دونك هادو هادو لي كانو في البلاكا مليح وقلناهم لي دوبل، بقاو غير هاد الجوج هادو سي ال ها هي مع سي ال. إلا قلتلك ها باينة يا دروات داير بحال لي هداك دروات بحال شي مستقيم، سي سامبلومون الشكل ديالنا يعني جيومتري دو موليكي يعني لينيير صافي لينيير، دونك كنحطوها هنايا لينيير. والزوايا اللي بيناتهم شحال؟ الزوايا ما بين هاد لي زونكل دونك هي 180 دوغري سي تخي بيان، 180 دوغري سي تخي بيان. لي زونكل شنو قلنا 180 دوغري، تاني حاجة لا فيغور دو ريبيسيون مكتغيرش لا ميم شوز بي بيراميد اكسيتيرا، شكون لي كتغير هو لا فيغور دو عفوان جيومتريك دون موليكول، جيومتريك دون موليكول كتغير، لأن دابا زدنا عاوتاني زدنا القيم ديال ديال هداك يعني تغير لي زونكل، يعني ولات لنا 180 دوغري 180 صافي، حيت كيبقاو جوج راه كيكون عندنا 180 دونك ماشي غادي تزيد تسهر تسهر لي زونكل صافي، هاد كيبقاو هي المهم كتغير لي زونكل اون جينيرال، مابقاش نديرو داك التعريف ديالك كتزيد تسهر حيت كتكون فايتة تلاتة ربعة كتصغر وي، اما حيت كيكونو جوج راه كتكون ديما 180 درجة لوكري صافي، هدا كيدير تسهر لأن هادو مكيتحملوش، هادو مكيتحملوش كيمشيو لأبعاد لو بوان صافي، وكاين هادوك كيأثرو عليهم شوية دونك الجوج كيأثرو عليهم كينزلوهم واحد شوية، وهادي حتى هي كتأثر كترجع يعني كتخدم تقريبا 180 واخا كتكون شويه صغيره كتروح هادوك كثر، ولكن شويه الزوايا فهمتي كتكون لي تقريبا 180 دوغري. الوغ بالنسبه للبي 5 ساليناها، الوغ الحصه الجايه ان شاء الله اخر حاجه نشوفوها وهي بي 6 حيت كتساوي لنا بي 6، وغادي نشوفو هنايا عاوتاني في الحاله فاش كيكون عندنا لي زونكل مختلفين، ولكن خاصنا نعرفو نختارو، ماشي ديما كنختارو لا باز، ماشي ديما كنختارو لا باز ديال الشكل، لان شحال من واحد كيقولك اختار غير لاباز ديال الشكل، لا كل مره واش كنختار على حسب لي زونكل، شتي غنشوفو بي ايكا 5 6 عفوا صافي الحصه الجايه ان شاء الله.